اكسيون. السلام عليكم، مرحبا بكم اسول في الله، وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رحله اليوم هي رحله استكشافيه استجماميه كالعاده، وانا رايحين لولاد بويره، نطلعوا لتيك جده باش ندير روندوني تاع واحد 3 سوايع في الثلج، باش نلحقوا ان شاء الله لبحيره اوكلميم ان شاء الله، وفيها خير فيها خير ان شاء الله. اصبرتوا. اوب 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 شو تقشير عاودي باش اصبر اصبر ما تعاود والو. شو علي علي. نقطة البداية راح تكون من شالي دوكاف، هذا يطولو شالي دوكاف، كتب في الماب شالي دوكاف تخرج فيها البلاصة هادي، هادي النقطة اللي حننطلقو فيها في الروندوني تاعنا حتى البحيرة. هي روندوني كاينة طريق نورمالمون إذا نمشو معاها، هي كي كنا شفا الحالة نورمالمون زود سوايع، بصح مع التلج والجليد وهاك تعرف الله أعلم كيما يقولو، نورمالمون واحد 3 سوايع ونص وفيها خير إن شاء الله. بسم الله نبدا سعاده جديده. ليتس جو ليتس جو. وراها موراها سيد هاوليك ها سيد احمد. انا جيت معاه جا سيد سيد احمد قاك من الاخر، انا جيت على الفلوق على الفلوق من الاخر. يا هاي الهضره هاي بسم الله نبدا سعاده. حققت الحلم تاعي يعني. مازال الحمد لله كي تحصل فوق تفهم الحلم تاعي، كي نحصل فوق تفهم الحلم كيفاش. بس بس بدا سيد احمد سيد احمد ما حد اليوم حيشرب بقى هاي هاي ديماري ديماري قلع قلع. يعطيني محنة لالي 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 وما عندي دلة. اكسيون اسكال على الارض. انا لحقنا انا كملنا ليطاب الاولى الشطر الاول من الطريق هذا، انا درنا ساعه و20 دقيقه تبع طريق كما يقولوا حتى نلحق لهنايا هذو شويه دوك. بقات لنا هاد الفيلوسوفيز والجبال هادو هما هادو كملتم، تبقى لنا واحد المشيه تاع نقولوا 200 متر في هذيك هي المنطقه الخطيره شويه، شغل الجليد تما يزلق شويه ان شاء الله ما يكونش ما يزلق بزاف اليوم. ملتم غير تفوتها تقابل البحيره تبقى لك واحد نص ساعه تما ان شاء الله وفيها خير كل بانان. وهذه هي الدوزيام ايطاب منها اللي تبقى لنا غير الحطه هذه من هنايا دقا دقا حتى نلقاو روحنا في اللاك. بون ناقص شويه مي بيزاج وحدو تشبع فيها خير. قادر ولا مش قادر؟ قادر. حبطه حبطو وطلع منين؟ وي
حبيت انا نكبر معاك خلقني رب العالمين. واخيرا واخيرا بعد ثلث ساعات طريق انا مشينا مليح. هاد الخطره الثلج ما كانش متجلد مليح وانا كانت مليحه. لحقنا لو سيلا بلاك اوكل ميم بون مغطي بالثلج وناقص شويه كما تشوفوها مجمد. اي حاجه في القوت كما يقولوا. دوكا نضربوا لها بوزه خفيفه نفطروا نريحوا شويه شويه تصاور نستغلوا شويه ونعاودوا نحكموا طريق العوده ان شاء الله. اي هاو ما كاش كيفاش يا ولد نطايات شمخت كاع يا هي اون فيريتي. علاش حبيت نجي ليها اليوم وفي الثلج؟ بون الباركور شباب على كل حال باركور مليح سما شغل ما عادش ندم عليه. مي علاش حبيت نشقى حتى للاك؟ حبيت نقاس شغل جامد هذاك اللي تمشي فوقه شغل لاك تعرف كيما لي فيه الموسمو. للاسف للمره الرابعه ما نقدرش نلحق به جامد راهو جامد مي شغل تدخل تغرق نورمال. مي فيها خير ان شاء الله. مازال ليامات ان شاء الله. اتس جود دح وي اللي وي ليك طلع علي تسنى فيك ليك. طبق اليوم سيداتي كاين المحاجب ولي سوفلي صافي فطوركم. اكسيون بعد ما فطرنا وكلينا ريحنا تصورنا استغلينا شويه البلاصه حان وقت العوده دوكا هذيك. وشنو في الشطر الاول دوكا تاع طريق العوده عندنا طلعه طويله هي طلعه هذه غير نكملوها فيها واحد 45 مينوت موراها حبطه غير تزرزح. واش غنديروا دوكا؟ زعما نطلعوها؟ كاينه فوي والله ها هو ما كاش كيفاه درت في العقليه اروح كانت هذه الرحلة ديالنا رفقة والد جاري غني عن التعريف وضيف الشرفي سيد أحمد أحمر الطويل جاي ضيف الشرفي سيد أحمد ودعمتي حورية. هكذا كانت هذه الجولة تاعنا بحيرة أوكل ميم وين درنا فلالي 3 سوايع في الردور درنا غير نقول زود سوايع وأربعة هكذا الردور راك تعرف حبطة وتكوبي وتزرزح. اش تبعنا زي حد. كانت هذه الجولة تاعنا نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. اتس هابي عجبني الحال عجبني الحال.